السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا شباب للحلقة الثالثة لتختيم لعبة أمنيشا ريبريث، طبعا اللعبة المرعبة وانتم منتظرينها. اليوم بإذن الله راح نكون تكملة الحلقة الثالثة ونشوف ايش بيصير معانا في المنطقة اللي هي المنطقة العسكرية اللي بنبي نشرد منها، ومن أمس ما عرفنا نسوي الرصاص أساس نحطها في الآلة ونفجر الباب وننتقل للقرية اللي فيها الدكتور ونشوف ايش يصير معانا أحداث. ويلا نبدأ. طيب يا شباب، زي ما كنا واصلين امس، نحن وصلنا المكان هذا. اساس ايش اللي بنسوي في المكان هذا؟ اللي بنسوي الرصاص، عشان زي ما قلت لكم وشرحت لكم في البدايه انه راح نفجر البوابه ونخرج من المنطقه دي. خلينا نشوف انا ايش عندي موارد. الا كويس هذه حنقدر نعبيها كذا، بس المشكله انه انا ما عندي كبريت. اللي امس تابعني بيشوف انه محتاجين سلفر ومحتاجين اشياء هنا، شايفين هذه المتطلبات عشان اسوي الجن باودر ميكس. طيب يلا، هي في المكان الثاني، في المكان الثاني اللي هناك. الله يخرجنا، الله يخرجنا الا والله على نفس تسجيلي. انا بحاول انه ما اخلص من اللايت، لانه ايش، لو عندي كبريت اقدر اولع هنا. مشكله ما في، صفر. طب بنحاول ندخل. لا تخلص كبريت اي حاجه يا ناس. خليني بقفل. طيب هذه متطلبات بس، بعد ندف هذي. ايش هنا؟ ايوه عودين يا البخلاء. عودين يا البخلاء. هنا بولع. هنا خلينا نولع هنا. فين؟ لا تطفي ارجوك، لا تطفي. طيب يلا ولعنا مكان كويس. دحين ايش يبغاني نفك الباب هذا، شايف؟ بس من هنا مقفله. اوف، في قنبله هنا. طيب يلا، اتوقع انه يمدينا نفك الشباب. هنا كان في محل ولع فيه نور. طيب ليه؟ طيب نشوف الباب الثاني. ايون، بس والله عليها جرافيكس محترم، والله جرافيكس محترم. Maybe this isn't such a great idea. طيب تقول هذه يمكن ما هي فكرة حلوة، من جد شكلها ما هي فكرة حلوة. بس يلا نرمي الحجر، نرمي الثاني. ايش الفائدة؟ بس خلينا نرمي. بفك الشباك عشان يدخل نور جوا. ايوه، اها، اجل من هنا مدينا ندخل الغرفة. بس يبغالي اقفل. اوب، اوه، والله بغيت اطيح. لا شوف، هو كل ما يزيد دقات القلب عارف انه انت في خطر. طيب خلينا نشوف هنا ايش فيه. بفتش المكان هذا قبل ما شوف هنا في حلو هذا حق الإنارة البنزين. والله ذا وضعه ما يطمن، القنبلة ذي وضعه ما يطمن. بس خلينا نتخارج دحين، بفتش المحل أول حاجة. يقول لك الناس اللي بيجوا بعدنا I have failed to try to die. طيب اوكي، this will not allow it. سكيم داز نت ستوب. اوف، يقول لك في صراخ وال ما بقرا عشان لا اعيش جو زياده عن اللزوم. ميديكال سبلايز. وميديكال سبلايز حلو. بيرفكت.
هنا ما في شيء. أبوك يا الفلعون فجعل الفلعون. لا خلوني أركز من قلبي أقول لك. شيل الكبريت بس. والله خلوني أركز. طب لا لازم. طيب انا مو دقيقه بحاول افكه بشويش. واو 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 طب دحين جمعنا الموارد صح؟ اخذنا دقيقة خلينا نشوف. اخذنا السلفر واخذنا الحجارة دي من عارف ايش هي، وهنا اخذنا برضو هذا شو الظاهر هذه المكونات اللي يبغى لنا. لا هذا الشراب اللي يهدي البنت. طيب خلينا كذا نروح نشوف. يا اخي والله خرشوني خرشة. طيب بحاول اولع هنا. ايوه هذا الكلام ولا بلاش اولع لين. ارجع يا اخي. تحسب حسبة الكبريت والله تحسب حسبته. لا هذه معك هذه كفتني هنا. طيب دحين نبغى نسوي نشوف كيف. طيب عشان نسوي الرصاص دحين. طب نطلبين من الاشياء دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا؟ طيب نحط اول حاجه. لا اخي دائما انط ماني عارف ليه. ليه؟ طيب دقيقه. في آلة كانت. الظهر زي ال في آلة كانت لا ما أدري. خلاص ضغط زر مرتين. يا ليتني جيت هنا يا واد هنا بستفيد. طب رجع هذه بوتا ويس. شيل الاشياء اللي في الباب. دف ايوه هنا 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 هنا. شايفين هذا المكان اللي انا اتوقع اني راح احتاجه. افك. شايف؟ قفل. دقيقة بشيل النور بس كده دقيقة. شايف كده بفرمة. يا ذكية. والله صوت الباب لحاله نغمة. طيب نرجع. يا اخي انا ما ادري ايش بي على الزر. طب حطينا البودر. ايش كمان؟ طيب يا شباب لقينا الطريقة نولع. بعدين خلينا نولع هذه كمان. بما انه خلاص كبريت راح علي. يلا خلاص خليه يروح مع السلامة. ونفك هذه.
نرجع نسوي هوب بيسخن ويطلع لنا البودرة الظاهر. شايفين جالس يغلي والله خوفي اركز اركز يجيني فجعه كمان. لا لا ما دام الانوار كثيره خلي الامور طيبه. طيب دان اوكي يلا خدنا نرجع نحط البودر هذه هوب يس ايش باقي؟ طيب خليني اشوف ايش اللي عندي انا. شوفوا شوفوا الماده اللي نبغاها هذا اللي كنا بندور عليه. يلا نحشن 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 اشرد يا الملعون يا الملعون تكيلي فوق. وين هو ياب تفضل هيا بنا. واخيرا والله حوسه ما في تعليم من جد حوسه. Well, I've got something. And so far I still have all my fingers. Head up and try it out, I guess. يلا بنروح نحط الرصاص ونكمل طريقنا. يلا شباب نجي نكمل نحط الرصاصة في الدبابة هنا وتفجير للبوابة. تفجير فين الرصاص؟ يلا لماذا؟ لا 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 كده بنرجع شوية. ايوه ايوه حط الرصاص ريدي ريدي نحن جاهزين. اوه 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 اشردي اشردي اللعنة. لا كنت مطمن اموري طيبة. وين المكان؟ بعد ما طحنا بعد ما طحنا بنشوف ايش بيصير. والله ذي منكوبة. دفي دفي دفي. God, little one. والله منكوبة. بس هو الدكتور يقول عارف ايش حالتها فاتوقع ان فيها مشكلة هي كمان شخصيا داخلها في شيء. What the hell? What the hell? Are you alright? I don't know how to tell. مقفل. Shit. مقفل. طيب هيا دحين لا تختنق وتسوي لي افلام. طيب كذا اوكي دقيقة بحاول ادف. ايوه والله ما بندف. اوهو اوهو حتى ما في مكان عارف ما في مجال انك تتحرك. اتوقع اذا ما خاب ظني ما في الا ذي. شايفين؟ بحاول حركة. ايوه ايوه ادعسي. في صوت مويه يا عيال. ابوكم ابوكم ابوكم. فين؟ هنا؟ لا هذا ما في شيء ما في شيء. هذا ما في شيء. اول. هوب انكسر. والله ما راضي يتحرك شيء.
أفايا ذا العلم. قلنا هذا بيقفل. نشوف كده. لا أهو. والله أحس إنه معايا ورطة. أنا على بالي إنه. طب خلينا نحول الجهة الثانية، إيش رأيك؟ كمان. ليه؟ أب 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 أيوة هذه الطريقة الصحيحة. أخيرا. بس والله مكان مو مريح يا عيال، والله مو مريح، والله مو مريح. لا ما ابغى هيلينج، ما ابغى هيلينج، استخدمت الهيلينج. ماذا يوجد؟ ماذا يوجد؟ أو بنزل الموية. طيب نزلنا الموية إيش فيه؟ والله حسيت إنه في شيء. يب 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 يب. اوه ايش في ذا؟ في شيء دفني. ايش في؟ البيبي 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 البيبي. البيبي جالس يدقدق يبغى ينتبه. وانا اقول ايش في؟ في شيء دفه كذا. هلو ماي ليتل وان. والله قصة اللعبة، قال لك اللعبة، اللعبة حلوة، قصة اللعبة يا حلوة. We'll get you home. Whenever your baby kick you chick. And reduce your fear. اها. يقول كل ما بتشيك على الطفل راح ينزل مخاوفك، بس أنا المشكلة أنا استخدمت من الدواء، أنا على بالي. في خريطة. طب اتوقع ان مدينة نحرك عنه. تعال الاول. روح. ثاني. هيا. اوب. طيب هذه كمان. والله ما يصير. يا اخي طب اعطوني واحدة، خليني امسك واحدة اشيلها. وات؟ شايف شايف الروح اللي هناك؟ والله داخل 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 داخل. طب بنفك اللي هنا بنشوف ايش بيكون عندنا. ما في حاجة على بالي، مويه ما في اي مويه، بس شكل عيال انه يبغالي اقفز، يبغالي اقفز. بس يلا الله يعين. لا. ووو ويو. ما عاد في حتى كبريت، كبريت ما عاد فيه يا عيال. ماذا انا بفاعل؟ تبا لك ولاشكالك، تبا لك يا العين.
طب خلينا بعد هذه، خلينا بعد هذه. طب حلو.